لو وقع منك مبلغ من الفلوس ممكن ما تحسش بيه، لو داخل في مشروع تجهيزات ضخم ممكن كام الف جنيه يضيعوا منك، مصاريف نثريه، واحد سرق حاجه، ده بيحصل مع الافراد العاديين، ممكن يحصل كمان مع الشركات، انما ما يحصلش مع الدول، وما يحصلش خالص لما تعرف ان المبلغ بيوصل ل 36 مليار دولار. نظام اردوغان متهم بانه في زياده لميزانيته وصلت ل 36 مليار، ومتوقع توصل ل 40 مليار بنهايه العام 2014. ليه متهم؟ لانه ده مش شيء كويس خالص، لانه البعض ممكن يتخيل انه دي زياده، يا عم انت خايب، انت متضايق من الزياده ليه؟ متهم لان الفلوس دي دخلت البلاد بصوره غير شرعيه، واردوغان ونظامه محتاجين يبرروا او يفسروا او يوضحوا ازاي مبلغ ضخم زي ده دخل خزنه البلد بتاعتهم، خصوصا بعد ما اثير عن اردوغان وابنه من قضايا فساد كبيره جدا. مين اللي حط الفلوس دي في تركيا وحطها ليه وعشان يعمل ايه؟ ده اللي العالم كله او الصحافه في العالم كله والمحللين في العالم كله بيحاولوا يعرفوا مين صاحب هذه الفلوس، خصوصا ان عمليه المبالغ الغريبه اللي بتدخل ميزانيه الدوله التركيه من غير ما يكون معروف مين مصدرها عماله تتزايد على مدار سنوات، وبدات تظهر جدا في 2007 ولم تظهر الا بعد بدايه حكم اردوغان لتركيا في 2003، بدات بشكل صغير ثم زادت ثم زادت ثم زادت. في تحقيق اقتصادي مليان ارقام وتساؤلات مريبه جدا عمله موقع المونيتور المتخصص في القضايا الشرق اوسطيه، ونقل تصريحات وتحليلات لمسؤولين اتراك سابقين وحاليين ومحللين اجانب، محدش فيهم قادر يحقق او يعرف او يدي تفسير واضح للفجوه اللي وصلت الى 40 مليار. متخيل حضرتك 40 مليار دولار يظهروا فجاه في ميزانيه الدوله؟ بعض المسؤولين قالوا ان دي مبالغ مسجله باسم ايران ودول خليجيه ولكنها غير علنيه، ولم يوضح اسباب تسجيلها بهذا الشكل. بعد شويه بيقول ان البنك المركزي التركي لازم يطلع بصوره ويقدم بيان تفصيلي عن هذه المبالغ، دخلت البلد امتى؟ وليه دخلت تحديدا من يوم فوز اردوغان بالرئاسه في 2003 برئاسه الوزراء في 2003. الاستقراء المبدئي كده او القرايه الاولانيه للنتائج بتقول ان في عصابه دوليه بتغسل فلوسها في تركيا، ده شيء ممكن نصدقه خصوصا لما افكر حضراتكم بالتحقيق الاستقصائي اللي احنا عملناه هنا في الصحافه اليوم عن اختفاء نقلات البترول، واكتشفنا دور تركيا وميناء جيهان اللي كان محطه للمافيا بمافيا الاتجار في البترول الخام. حاجه تانية انه لما تيجي تشير الى انه مع يعني نقف قدامها شويه، الاشاره المتكرره في كل ما نشرته وسائل الاعلام الاجنبيه لان مصدر هذه الاموال خليجي، ده بيشير او بعض التقارير لمحت لانه ربما يكون قطر، خاصه ان في حاله من التقارب والمصالح المشتركه بين البلدين على المستوى السياسي، تقارب تركي قطري في الموقف من مصر، الموقف من اسرائيل، التنسيق مع اسرائيل، التنسيق في على مستوى عالي جدا من اجل حمايه الاخوان ودعمهم، حتى ان الصحف النهارده زي جريده الوفد نشرت تصريحات للدكتور ماجد رياض رئيس لجنه السياسه المصريه الامريكيه، قال انه هم في الولايات المتحده الامريكيه الجاليه المصريه وصلتها معلومات ان في بعض الشخصيات القطريه والتركيه موجودين دلوقتي بيحشدوا بعض الجماهير من أجل هتافات معادية ضد مصر ومحاولة إحراج الرئيس السيسي أمام أو أثناء خطابه أمام الأمم المتحدة. أنا معايا علشان نفهم أكتر يعني إيه الفلوس دخلت تركيا، إيه وضع تركيا بالنسبة لعلاقتها مع قطر، إيه العلاقة ما بين تركيا ودول الخليج، وإزاي تظهر كل هذه الأموال فجأة، وما هو متوقع من شكل العلاقة ما بين مصر وتركيا في الفترة اللي جاية بعد انتقال قيادات الإخوان المسلمين إلى أنقرة. معايا الدكتور بشير عبد الفتاح خبير الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا حمام. حضرتك شايف ازاي مساله ال 36 مليار دولار اللي ظهروا فجاه وبعض الناس بتنسبهم ان هم يكونوا مال خليجي غير مشروع داخل تركيا في اطار المصالح المشتركه لاعاده ترتيب المنطقه، او ربما يكون مال التنظيم الدولي بيتم يضخه علشان يضمنوا طول الوقت مساعده اردوغان للاخوان، وشايف ازاي وضع تركيا في ظل انتقال قيادات الاخوان الى انقره في الفتره اللي جايه؟ الحقيقه مجموعه من الاسئله المهمه والمركبه. لنبدا اولا بالسؤال الخاص بال 36 مليار دولار. الحقيقه انه تركيا في السنوات القليله الماضيه بتشهد اتهامات بالفساد لاردوغان حينما كان رئيسا للحكومه،
بأن هناك أموال تدخل وتخرج من تركيا غير معروفة المصدر، رغم أن تركيا نجحت في تحقيق معدل نمو سنوي 5%، إلا أن هناك سيولة في انتقال رؤوس الأموال من وإلى البلاد بمصادر وطرق غير معروفة. البعض يفسرها بأنها بعض تجار الأشخاص عبر إيران وتركيا والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، البعض يفسرها بعمليات فساد مالي من عناصر قريبة من أردوغان، ولكن أن يضخ هذا المبلغ بالتزامن مع تولي أردوغان الرئاسة وتعرض قطر لضغوط من أجل ترحيل قيادات الإخوان منها إلى تركيا ولندن، أعتقد أن هناك حركة رؤوس أموال سواء من قطر إلى تركيا حتى تتولى توفير فرص عمل لهؤلاء الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم، صحيح، أو إيجاد مشاريع خاصة بهم سواء كانت عبر وسائل إعلام، محطات فضائية، صحف، مراكز أبحاث، وربما تكون قد جاءت عبر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، لأن تركيا لن تتحمل كلفة استضافة هؤلاء وتوفير فرص عمل لهم وتوفير منابر إعلامية سواء كانت صحفية أو تلفزيونية، وبالتالي قد تكون هذه الأموال ضغط في هذا الإطار. تمام. شايف بقى حضرتك إزاي شكل العلاقة ما بين مصر وتركيا اللي هي أصلا سخنة جدا، مشتعلة جدا، موقف مرتبك، موقف مضطرب على المستوى السياسي بعد أن ينتقل المزيد من قيادات الإخوان المسلمين إلى تركيا أو إلى أنقرة؟ للأسف الشديد بعد فوز أردوغان بالرئاسة لم يعطي إشارات إيجابية على الإطلاق تشي بإمكانية تغير موقفه من مصر ومن الرئيس السيسي، لأنه في أثناء الاحتفالات ومن شرفة منزله في خطاب النصر من شرفة مبنى حزب العدالة والتنمية أعطى إشارة رابعة، وبالتالي هذا يعكس إصرار على موقفه السابق من مصر ومن ما جرى في 3 يونيو و30 يونيو 2013. أيضا أردوغان قال أننا لن نتخلى عن نصرة أصدقائنا ونصرة أصحاب الحقوق بما في ذلك الإخوان المسلمين في مصر. معنى ذلك أن هناك إصرار على المواقف السياسية المتعنتة والمعادية لمصر وللرئيس السيسي شخصيا، هناك استمرار في هذه السياسات، ولا توجد أي إشارات إيجابية على الإطلاق لحدوث تغير في هذا الإطار، بل على العكس أردوغان يشعر أنه أكثر قوة لأنه كلما خاض انتخابات فاز فيها الآن أصبح رئيسا، وأصبح رئيس الوزراء الجديد أحمد داود أوغلو هو صنيعة أردوغان ويأتمر بأمر أردوغان، ففي الواقع أردوغان سيكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء في نفس الوقت، وهو أيضا مهيمن على الحزب الذي من المفترض أنه يترك رئاسته. إذن سلطات أردوغان وخطواته زادت بشكل كبير، لذلك لن يراجعه أحد في تركيا، ولن يحاول أي تيار أن يضغط عليه لتغيير سياساته حيال مصر. المعارضة التي كانت تريد أن تتقرب إلى مصر وتحسن العلاقات باتت أضعف من أي وقت مضى، لأن اكتساح أردوغان للبلديات في الانتخابات البلدية من قبل ثم نجاحه في الانتخابات الرئاسية وضع المعارضة في مأزق حقيقي وجعلها تنكفئ على مشاكلها الداخلية، وبالتالي أردوغان سيمضي قدما في نفس السياسات، التعاون مع قطر ضد مصر، عدم الاعتراف بثورة 30 يونيو أو بالانتخابات الرئاسية أو بالرئيس السيسي. لذلك نتوقع المزيد من مواقف أردوغان وسياساته المعادية لمصر. بشكر حضرتك جدا دكتور بشير عبد الفتاح. معركة قوية مع رجل قوي في انتظار مصر، معركة مصر وتركيا، فصول كتيرة جدا أتوقع إن هي تكون مشتعلة وسخنة. قبل ما نقفل النهاردة في مقال في مصر اليوم كتبه الدكتور عبد المنعم سعيد، المقال بعنوان مع العسر يسر، هو بيتكلم على فكرة الدوافع اللي خلت المصريين يتفاعلوا جدا مع مشروع قناة السويس، وبيحلل أسباب الإقبال المهول على شراء سكوك القناة. احنا النهاردة بنقفل زي ما منشطة التحرير والأهرام 50 مليار، بنقفل 50 مليار، بنقفل 50 مليار قبل ما نكمل اسبوع، يعني فاضل 10 مليار على المبلغ المراد، يعني في اسبوع واحد المصريون وثقوا في الدولة لدرجة ان هم نزلوا طلعوا الفلوس وحطوا. وهنا بقى بيحاول في هذا المقال الدكتور عبد المنعم سعيد انه يحلل هذه العلاقة المرتبكة ما بين المصريين والرئيس عبد الفتاح السيسي، من اين اتى الناس بكل هذه الثقة في هذا الرجل، بدليل انه الازمة بتاعت الكهرباء وكل الازمات التانية ومحاولات الاخوان المسلمين
فشلت في ان هي تهز ثقه الناس في الراجل، بدليل ان الموقف العملي الناس نزلت دفعت 50 مليار حتى هذه اللحظه. مقال حقيقه مهم وبيعكس حاله او بيفسر حاله الثقه او العلاقه او طبيعه العلاقه ما بين الدوله، وازاي الدوله بتفضل واقفه على حيلها وسانده نفسها طول ما الناس واثقه فيها وواثقه في ادائها. علشان كده ما ينفعش خالص وفقا للمقال انه بعد كده يطلع اي مسؤول او اي مؤسسه او اي مصلحه في هذه الدوله تعمل اخطاء صغيره او تقع في اخطاء صغيره تؤدي الى كسر او احداث بعض الشروخ والخدوش في جدار الثقة الموجود ما بين السلطة وبين المواطن. لأن لو حصل كده صدقوني ما كانش هيبقى فيه 50 مليار، ولو حصل كده أي دعوة تانية جاية من عند السلطة أو من عند الدولة مش هتلاقي نفس القدر من الاهتمام، ولا هتلاقي نفس القدر من الثقة أو الصدق أو الإقبال على أدائها فيما يشبه وكأنه اعتراف مجدد بشرعية الرئيس القائم أو الجالس الآن في قصر الاتحادية الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت جولتنا الإخبارية النهاردة في البرنامج الصحافة اليوم. بكرة إن شاء الله يكون لنا لقاء مجدد مع يا رب أخبار أكثر فرحا، إنجازات نستطيع أن نحترمها ما تكونش فيها أي نقصان، ويوم يكون أكثر تفاؤلا في عمر مصر في الفترة اللي جاية. أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير.